النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب: أحث القضاة الجدد على استغلال وقت التدريب فيما هو مفيد لهم في عملهم القضائي والاستفادة من الخبرات، وأرى أن يعاد النظر في تعيين القضاة قبل اكتسابهم الخبرة الكافية في جميع المجالات التي تحتاج إليها بلادنا في التطوير والتنمية بعد تسلحهم بالعلم الشرعي والقانوني والخبرة.